طيب برج القوس راح تكون طاقتك هون شكلك انت في طاقه ناريه، هي يعني طاقتك انت شوي متجمد المشاعر، وانت شوي حازم وعندك قوه، وكانك مارق عليك كتير، وكانك في وقت نضوج، نضوج عقلاني ونضوج مشاعر، ويمكن انت حاليا في زواج او ارتباط او في عمل، وحاسس نفسك انك انت نضجت، كأنه مر عليك اشياء كثير وانت حاليا في نضوج. انت احتمال تكون في ارتباط، في زواج، للبعض منكم احتمال هذا الشخص رجع لكم اللي انتم بتفكروا فيه، واحتمال انتم شايفينه هو دخل في زواج اخر غيركم انتم، او دخل في علاقه غيركم انتم، احتمال انتم حاسينه انه هو الشخص المناسب لكم لزواج. الشخص هذا شكله عنيد جدا. كمان انا شايفه هذا الشخص مهتم في عمله وانجازاته. الشخص هذا مارق برحله، هي رحله الانجازات والاهتمام في النفس والاهتمام في الذات. الشخص هذا شكله محب لنفسه. الشخص هذا يمكن طلع مؤخرا من علاقه او خرج من موضوع، زي زهق منه وترك المواضيع كلها وتقدم للامام. احتمال هو خارج من ارتباط او خارج من عمل، لكنه هو مبسوط من خروجه من هاي العلاقة او من هذا العمل. خلينا نشوف. نرجو قلت النصيحة. نصيحة لبرج القوس، هون بيحكوا لك ask your angels، اسأل الملائكة. شوف not the time، الوقت مش مناسب. هناخذ لك كمان كارت، حس هيك قلبي بده، لازم اخذ لك كمان كارت. بيحكوا لك انه في غضون الأشهر القليلة رايت الوقت مش مناسب، لكن في غضون الأشهر القليلة راح نشوف شو بيصير من خلال قراءتنا. شوف الرومانس، هيلينج فاميلي اسيدز، لازم يصير شفاء او معالجة مشاكل اسرة. ممكن انه حياتك رح ترتاح لما يصير في شفاء اسري. احتمال انت شخص مثلا متزوج وعندك مسؤولية منزل، او عندك شخص مسيطر في المنزل وانت زي غضبان منه او ماخذ موقف منه. احتمال الشخص هذا متزوج وقصته واقفة انه يكون عنده اطفال، وهدول الاطفال كده احكي لكم انهم مش مسامحينه او زعلانين منه، وهو غادرهم، ترك الأطفال وترك المنزل وغادرهم. احتمال it is for you to love، هم بيحكوا لك من الآمن أن تحب، يعني يفتح قلبك للسلام وأعطاء أفضل طاقة من الحب. هو أمان إنك تحب. إذا الشخص هذا مثلا طالع من علاقة زواج ووراء أطفال، بيقول لك هو آمن أن تحب. شوفوا لكم كمان شخص طالع من شيء، إما عمل أو زواج.
ناخذ الكوفي. طيب هون بيحكوا لك في خيارات عديدة وقرارات غير تقليدية سلسلة طويلة في ليلة واحدة. في عندكم خيارات وأشياء عديدة لازم تاخدوها في ليلة واحدة، هي اللي هي المفاتيح. هون بيحكوا لك اختيارات صحية واتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية، ولازم تكون أكثر سعادة. ففي خيارات لمصلحتكم لازم تتخذوها في الوقت حاليا هذا، أو الوقت مش مناسب إنه تاخذوا خيارات. خلينا نشوف، نشوف القراءة أول شيء. طيب الشخص هذا حاليا مشغول في عمله، الشخص هذا مشغول في شيء، إما في عمله أو مشغول في أشخاص آخرين مثلا كالعائلة كزواج، أو بيفكر في مثلا بيحكوا لك في تسامح للأطفال لازم يصير أو أسرة. فاحتمال إن الشخص هذا المتحير في أسرته بحاول يوازن أسرته وبحاول يراضي الأطراف. الشخص هذا فيه عنده مشكلة إما في الأسرة، شخص إما هذا متزوج أو مرتبط بأسرة تقليدية وبتحب كل شيء في يعني تمشي عادات وتقاليد. طيب الشخص هذا شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شافك إنك أنت شخص عملي جدا وأنت حققت إنجازات سريعة، لكن أنت أثناء تحقيقك لهذه الإنجازات كنت صارم كل شيء في عملك، في الحياة عامة، في المشاعر، في الحب، كل شيء كنت صارم، وأنت شخص مرتب مرتب جدا وبتحب كل شيء في دقة، وبتحب إنه اللي قبالك يقنعك بعقلانية، مش أنت مش حيلا كلام يقنعك، أنت مش سير خداعك، مش سير خداعك، وشعر إنه هو مش قادر يخدعك، وإنه هو إذا بده يتقدم لك بده يعني بده تكون الأحداث مقنعة إلك. شافك شخص هو حبك الشخص ده، معجب فيك جدا وحبك الشخص ده، لكنه شايف عندك شروط لعلاقتكم عشان تتم، وشافت انك عنيد وشخص انت محقق كل انجازاته واحلامه وطموحاته، وشافك عقلاني جدا جدا لدرجه انك انت شاعر من ناحيتك الاسف صوت، يعني شاعر انك انت شخص ما بقطعش فيك الاشياء الخداعيه، يعني مثلا يخدعك بشيء انت طوال بتدور في المواضيع وبتحقق وبتعرف الحقيقه من الخداع. طيب هو شو انت في عقله الباطني؟ نشوف انت في عقله الباطني شخص مرح جدا، وشخص بتحب الحياه، شخص مغامر، وشخص بتحب السفر، كمان انت بتسافر من دوله لدوله أو متنقل، يعني عامة أنت متنقل، شخص هادي ورزين وثقيل. شايفك أنك أنت بتفكر في الأحداث لكن بروية، مش متسرع مش متسرع. شايفك أنت لبق في الكلام كتير، وأنت الكلام اللي بيخرج منك بيكون بعفوية، لكن أنت بتكون قاصده. شايفك يا برجك مرح وبتحب الحياة، القوسيك مرح وبحب الحياة وبتجاهل كل شيء يؤلمه. هو شافك هيك انك بتجاهل كل شيء يؤلمه، بتغيب مثلا يوم بتعالج نفسك من كل شيء حدث في اليوم هذا، بتقفل كل شيء وبترجع لحياتك الطبيعية. يعني اذا صارت مشكلة وقتي انت بتنهيها، بتفكر فيها مثلا بتعمل مديتيشن او تعمل حالة صمت في حياتك في يومك هذا، وبتفكر في كل الأحداث اللي صارت وبتقوم مطنش كل إشي وتمشي بحياتك عادي ولا كأنه صار إشي في حياتك. شايفك نشيط جدا جدا، وشايفك أنت بتحب السفر والتنقلات، وشايفك يمكن أنت شخص مشهور أو في شيء أنت عامل فيه شوية مجازفة، لكن وعارف أنك أنت مجازفتك انت بتكون متأكد انها رح تنجح. صح انت مجازف، لكن مجازف على اشياء
انت متأكد وواثق من انك راح تنجح. لا، هو شايف انه العلاقة هي ثلاثية، اما من طرفك انت يا برج القوس او من طرفه هو. انا شايفك انت مرتبط وهو مرتبط، يعني احتمال تكون علاقة رباعية كمان. الشخص هذا بواجه مشكلة، هو شايفك انك انت بتحب العلاقات الكتيرة واللمة اللي حواليك ومتخربط فيك. هل انت بتحب الاستقرار مثلا او بتحب العلاقات؟ هو مش فاهمك، الشخص هذا مش فاهمك، هو شايف انه انت في حدا متحكم في هذا الشخص، اما من اسرته مثلا عارضين عليه يتزوج من الأسرة نفسها، عارضين عليه عرض مثلا يتزوج من الأسرة نفسها، هذا شرطه مثلا، هو قلقان يرضي الأطراف جميعها. احتمال إنه يكون الأب مسيطر عليه أو الأخ الكبير، مثلا هو بده يتزوج بنت أخوه، بنت عفوا مثلا بنت خاله، بنت عمه. في شروط في العلاقة أو في تدخل أطراف زي منعين إن هاي العلاقة تتم، والشخص هذا مش موافق على اللي بيسووه مثلا الأطراف التانية، الأسرة. انتوا في عندكم مشكلة في الأسرة، وشايف الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، وشايف إن مفيش استقرار أسري عندهم. أشوف بس شوي، نحس شوي القراءة فيها تدخل طرف مسيطر، يعني شخص كبير، أب، رب أسرة، يعني شخص كبير. احتمال يكون في بعد مسافات بيناتكم، أو أنت من مدينة وهو من مدينة، والأسرة رافضة تاخد من هاي المدينة. الشخص ده شايفش اكتفاء بينكم، او انتوا مش من مستويات بعض، حاسس ان هاي العلاقة ينقصها رضا اسري، وحاسس ان في اي لحظة هاي العلاقة يعني بتتسكر. هو شايفك شخص متذمر بعض الشيء، يعني شايفك شخص متذمر ومسيطر على نفسك، وشخص منفتح على الآخرين، شخص بتحب العدالة وبتحب اللي بقلبك على لسانك. انت بتمسك حالك فترة، ولكن تعرف تاخد حقك، تعرف تاخد حقك، شايفك انك انت بتعرف تاخد حقك كويس. شايفك عصبي شوي ومتذمر شوي، يعني في اشياء بتقلقك كتير. شايفك انك انت زي قطعت العلاقة، قطعت بسبب مثلا دخول اطراف العلاقة، دخول حدا اخر دخل حياتك انت او الشخص الاخر. احتمال شايف انك انت دخلت في زواج او خطوبة او مع شخص اخر علاقة ورحلت عما تركته ورحلت. طيب انت كيف شايفه؟ انت شايف شخص متعب جدا وصامت ودخل طرف اخر، الشخص هذا شايف انه هو مثلا يعني اتعبت كثير، انت تعبت مع الشخص، الشخص هذا اخذك لفة طويلة معاه، الشخص هذا شايف انك انت سبق انهيار اعصاب منه، وانت شايفه انه شخص مش متوازن او مش عين كلمته، شايف شخص صامت ومش راضي يعبر عن مشاعره. انت شايف ان العلاقة وهو شخصيته متعبة، شخصيته متعبة، غامض، متحكم، وهو بده يتحكم في العلاقة، بده اياك مثلا ان انت ترضى معاه فيه مع الطرف اللي معاه. انت شايف ان هاي العلاقة متعبة جدا، يعني كأنها يعني نفس صبرك في هاي العلاقة.
هو شنو يبي حاليا؟ هو ناوي الشخص هذا يسيطر على الموقف اللي هو فيه، عشان هيك بقول لك مش هلا، مش هلا. خلينا اشوف الكروت نصيحة. هو بقول لك انا انك تحب، احتمال انك انت دخل حياتك شخص اخر غير هذا الشخص اللي احنا بنقرأ له، لان الشخص هذا بعتقد الهيلينج فاميلي إله مش إله. هذا اي رايت تايم، هذا مش وقت الشخص، لان الشخص هذا لسه بده يتباعد ويسيطر على الموقف، يسيطر على طرف ثالث بيناتكم. الشخص هذا اما متزوج او دخل علاقة اثناء انتو كنتوا معي. هون بقول لك اسأل الملائكة، يعني صلي اسأل ربنا انه هل مثلا اذا الشخص هذا منيح في حياتي فقدم اللي فيه خير، واذا في شر يعني ابعده عني، ويا رب ما تعلق قلبي فيه. يعني اسأل ربنا، يعني ادعي شيء لنفسك. وقولوا لك في الشهور القادمة، الشهور القادمة هذا نيكس. أشوف في خيارات عديدة عندك، أنت في حياتك أشخاص غير هذا الشخص، أو في طرف مثلا عرض عليك حب، عرض عليك شيء، في خيارات لازم تاخدها، في خيارات لازم تاخدها، وأقول لك خيارات صحية. الشخص هذا غير صحي لحياتك، الشخص هذا إما مرتبط وأنت شايفه مرتبط على فكرة، وصمت عنك وتركك وتباعد عنك، الشخص هذا مقرر أصلا يضل بعيد ومختفي. و تعرف الشخص هذا شو بدوش يظهر لك شو بصير في حياته او شو نواياه من ناحيته. الشخص هذا ضل مسيطر على نفسه وملتي في اللي هو ملتي فيه، في عنده نقاشات ومواضيع اخرى، في طرف ثالث في الموضوع، في طرف ثالث. خليني احكي لكم الابراج. عندنا برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، الاسد، الميزان. هو شايفك حقاني حقاني يعني، ما بهمكش ولا اشي. انت بتنفجر، انت بتصمت بتصمت بتصمت، فجأة بتفرقع وبتحكي كلمة الحق وبتقطع. انت بتناقش مثلا، انت بتسكتش عن حقك، لو سكت فترة بتكون فيها تخطيط تخطيط. تابعنا برج الاسد، الاسد، الميزان، الدل، السرطان، الحوت. الشخص هذا نواياه وخطوته في رجوع، فيش رجوع. نواياه انه يخبي مشاعره، يسيطر على نفسه ويسيطر على الموقف اللي هو فيه. هو في موقف لا يحسد عليه من اتجاه الأسرة، الشخص هذا غضبانين عليه أسرته، فبحاول بده يحاول انه يراضيهم. اول اشي اهتمامه انه يرضي الأطراف، يرضي الأطراف اللي حواليه. حاليا هو مشغول في هذا الشيء. هذا طبعا بيعني كل الأبراج، برج الأسد، الدور، الصقر أو النسر، وبرج العقرب، وهون العذراء. يعني الطاقات كلها متجمعة هون، كل الطاقات موجودة، نارية، ترابية، مائية، هوائية،